الشغلة دي فيها أضرار كثيرة جدا، من أضرار القلق والاضطراب النفسي وفقدان الذكاء والعقل والأمراض في الجسم وفقدان المناعة والهزال والضعف وشحوب اللون والاصفرار وغيرها من المصائب. بعد ذاك بتحصل، ممكن تحصل بك لمرحلة الانتحار، عرفتها؟ ده غير المصائب اللي بتكون بعدين في علاقتك بينك وبين أولادك، عرفتها؟ تلقاه بينه وبين أولاده، تلقاه في النهاية ممكن المرأة تطلقه. والله جد ما ده يا أخوانا، ده ما مشكلة صحية. عشان كده ما ممكن الشريعة تجي لها بشيء مفسدته راجحة أو خالصة، ما في. الشريعة أصلا ما بتجيك بحاجة مفسدتها خالصة أو راجحة، ده ما عنده ولا مصلحة واحدة. مصلحته شنو؟ المصلحة منه شنو؟ ما فيه أي مصلحة، عرفتها؟ وده ما طريق استمتاع بيوافق الفطرة، ما بيوافق الفطرة يا أخي، عرفتها؟ عشان كده ده من البلاوي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به. ربنا يريد أن يوضح لنا، يبين لنا ويفصل لنا، لو كان هذا الاستمناء مما فيه تخفيف على الناس لشرعه الله، لأن الشريعة واضحة. ربنا قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا فيه من بالمفهوم أن الاستمناء ليس من هدي الذين من قبلنا، ولا هو ممدوح لا في القديم ولا في الحديث. ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟